فكرة ممتازة، فكرة رائعة جدا 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 جدا، فكرة جميلة الحقيقة، أول مرة نشوف حاجة زي كده، عطت حافز للناس كتير، فكرة جميلة صراحة، حاجة كويسة يعني من وادي دجلة، فكرة حلوة جدا، الفكرة ممتازة، أنا استمتعت. نادي كويس والجيم بتاعه كويس، كل ما اروح فرع الاقي حاجه احسن. يعني نادي دجله من افضل الانديه في مصر، بروح العب في الالعاب. انا شفتكم كتير في الجمباز، ليا زمايل طلعوا مع وادي دجله معسكرات بره في الكوره. وادي دجله معروف يعني الناس كلها بتحبه، انا من اشد المعجبين بنادي وادي دجله بصراحه، نادي حلو جدا والملاعب بتاعته حلوه.